احنا اهم حاجه الصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء. الكهرباء ضعيفه جدا جدا هنا، واهم حاجه الصرف الصحي. انا عندي بيتنا غرقان من الميه، والله غرقان، عاملين البيار والبياره طافحه وغرقان البيت، غرقان خالص البيوره، مش عارفين نعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور احمد غريب، مدير مركز قدرات لرعاية الفئات الخاصة. انا ساكن هنا في نجادة، منطقة تسمى نجع عباطة. دي كردون نجادة. دخلت كردون نجادة يمكن تقريبا لها اكثر من 9 سنوات. القصة ان احنا بنشتكي من ان المنطقة محرومة من خدمات، واهم خدمة الصرف الصحي. ان احنا الصرف الصحي بدأ في نجادة تقريبا في 2014، يعني في 2006، يعني ليه تقريبا 14 سنة. فطبعا فوجئنا في المرحلة الاخيرة ان الصرف الصحي والغاز الطبيعي ابتدى يتركب في معظم مناطق مدينة نجادة، واحنا المنطقة بتاعتنا محرومة، بالرغم ان احنا الشوارع بتاعتنا شوارع رسمية 6 متر، بنطبق اي تعليمات للحكومة، بندفع فواتير كهرباء، فواتير المية بتاعتنا، ملتزمين تماما باللي علينا احنا كمواطنين بنعمله تجاه بلدنا. احنا بقى عايزين الصرف الصحي اسوة ببقية الشوارع وبقية المناطق في نجادة يتركب بالصرف الصحي عندنا. انا بصراحة المنطقة لمينا اكتر من 200 توقيع تقريبا، المنطقة كلها الاسر مضت على توقيع بشكوى رسمي، فوضت منهم وقابلت السيدة المهندسة فاطمة رئيسة المجلس. بصراحة ربنا يبارك فيها، هي ست محترمة جدا، فرحبت، رحت قابلتها في مكتبها، رحبت بالشكوى، فأمرت بإيه، بتأشير الشكوى لجهات الاختصاص زي شركة المياه أو الجهات المختصة. لحد هذه اللحظة جت بعدين تقريبا من شهر 1 في ناس جت عينت في المنطقة وقالوا إن شاء الله هنبدأ في شهر 4، في شهر 4 اللي هو 2019. فاستنينا في شهر 4 ويمكن جت أزمة كورونا فالعمليات متوقفة. فوجئنا إن فيه معظم الشوارع في نجادة اكتملت والصرف الصحي وصل البيوت. طب اشمعنا إحنا منطقتنا لسه؟ فلما بنسأل الناس اللي هم في شركة المياه والشرب بيقول لك الموضوع في جينا، نسأل ناس تانية أقول لك لا ده في مشاكل، كل واحد بيقول لي رأي معين، والعملية والموضوع ميت، وإحنا مش عارفين إحنا هنعمل إيه دلوقتي وإيه موقفنا من الصرف الصحي والغاز الطبيعي. فإحنا بصراحة طب إحنا دلوقتي إيه المطلوب مننا كمواطنين نعمله؟ إحنا كل اللي علينا بنعمله، فإحنا عايزين حقنا، أبسط حاجة كمواطن إن إحنا نتساوى ببعض، نتساوى بأهالي المدينة، وخاصة إن إحنا كردون نجادة مش تبع قرية الخطارة، لأن بعض الناس فاكرة إن إحنا تبع الخطارة، لا، إحنا كردون مدينة. أنا مهندس مدني شغال في مدينة طيبة الجديدة. المشكلة يا فندم عندنا إن الصرف الصحي طبعًا زي ما حضرتك عارف، اولا كإنشائيا خطر على البيوت، ان الناس كلها اغلبيتها عامله هنا تحليلات، فكميه المياه اللي هتكون متواجده تحت الارض هتعمل مشاكل ضخمه بكره وبعده، ناهيك عن مشاكل الكسح بتاعه الجرارات. اولا الناس هنا كلها مستوى الاقتصادي بتاعها تحت المتوسط، فكميه الكسح عندها بتبقى اوفر، يعني ممكن تعدي 300-400 جنيه في الشهر، وده رقم كبير بالنسبه لمتوسط دخل الناس. النقطه الثالثه والاهم ان حتى الصرف الصحي نفسه لما بياخدوه العربيات بتنقله هنا في الترعة جنبنا، فبتعمل برضو اضرار وريحة علينا، يعني احنا الصرف يتشال من البيوت يروح في الترعة. وفيها كذا مشكلة تانية غير مشكلة الصرف الصحي، فحضرتك لو في ساعة صدر نتكلم فيها. المطالبة الاساسية لأهالي المنطقة الصرف الصحي فندم، الغاز الطبيعي، ما عندناش غاز، احنا كردون نجادة الصرف الصحي اقرب مطبق لينا عند مسجد بلال بن رباح، والمطبق الثاني عند المستشفى، المستشفى مفيش 150 متر من هنا، احنا كلنا ككتلة سكانية ما نكملش 200 مثلا 200-250 عمارة على اقصى تقدير، كرقم وسط المقايسة وسط المناقصة بتاعت المشروع الصرف الصحي لا تمثل رقم، هيبقى رقم نجليكتد بالنسبة للمقايسة وبالنسبة للمناقصة عموما، فاحنا مش عارف ليه حاطيننا بره الخطة، سواء صرف صحي سواء غاز طبيعي حتى الكهرباء، يعني حتى الكهرباء في المنطقة هنا ضعيفة. انا فندم لو وجهت حضرتك على البيوت هنا هتلاقي التكييفات هنا قاعدة مشغلاش، ليه؟ بسبب ان الكهرباء ضعيفة، بيقعد بالسنة والاثنين والثلاثة لدرجة ان الناس كلها في المنطقة باعت التكييفات بتاعتها واشترت اللي هو الصحراوي عشان ما بياخدش يعني كهرباء عليها. وبس ده كل الموضوع فندم.